بن قرينا اليد اليمنى ديال عمي تبون مزنزن بحالو، هو اللي كيجري ليه دابا في الحملة الانتخابية. سرقوه وسط الحملة الانتخابية وطلبوا منه باش يتعشى وما لقاوش باش يتوجد. دابا هذا دابا واش هادي دولة؟ واش هادو اللي بغاو يسيروا صاحبي دولة ديال الغاز من هنا غادي تعرف العربون. السيد قال لي عطيني باش نتعشى، قال لي ما عنديش يا اخو، سرقوني البارح سرقوني، وانت جاي كتواعدنا وكتقولنا غادي ندير وانت سرقوك، وانت غير في الحملة وسرقوك. والثانية اش كتعطينا ولا اش كتقولنا ان الشعب ديالكم عارف يدير السرقة والخنشالة؟ اجيو نشوفوا هذا الشيء كامل، ركزوا مع الهضرة ديالو. بن قرينا يوثق صوت وصورة في الحملة الانتخابية باللي شعب جيعان والشعب سراق، صوت وصورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعتوش قال ليه داك السيد في الحملة الانتخابية؟ قال لي بن قرينا عطيني باش نتعشى، ما عمل قام ياكل. يكفيك غير هذا ميساج وانت في الحملة الانتخابية كيقولك عطينا باش ناكلو. السيد ما قام ياكل، وزيد انت كتقول ليه دار عندكم عطوه 100 عطوه 100. قال لك راه ما البارح انا سرقوني. بن قرينا يوثق صوت وصوره في الحمله الانتخابيه باللي شعب جيعان والشعب سراق، صوت وصوره. ما غاديش انا داك الميساج اللي وصل، دوزو الفيديو اخر. كاينش لفه اخوتي هاوني شي طوناطان حسب رو قاعد عندك قهوه هو راه قاعد في الشريك فكاع تشمه ولك الاخضر راه ليك الاخضر اللي فيك هاي اخوتي لي باركي دي حبسونا غلطان حبسوها لنا انا خيكم فيش لفه اخوتي هاوني شي طوناطان حسب رو قاعد عندك قهوه هو راه قاعد في الشريك فكاع تشمه ولك الاخضر راه ليك الاخضر اللي فيك هاي. واش اللي جالس في الجزائر ما يتسطاش؟ واش اللي جالس في الجزائر ما يديرش هاد الجلسه ديال الطوالين وشاد كاروس الشارع؟ فيش لفه اخوتي هاوني شي طوناطان حسب رو قاعد عندك قهوه هو راه قاعد في الشريك فكاع تشمه ولك الاخضر راه ليك لا حول ولا قوه الا بالله. اللي في الجزائر ماشي غير يدير ديك الجلسه، دير جلسه اخرى. راه فيك القهوه اخوتي لي باركي دي حبسونا غلطان حبسوها لنا انا خيكم فيش لفه اخوتي هاوني شي طوناطان حسب رو قاعد عندك قهوه هو راه قاعد في الشريك فكاع تشمه ولك الاخضر راه ليك الاخضر اللي فيك القهوه. دوزو الفيديو اخر. هذا اخر عاوده كلشي مسطي عنده. شوف الصلاج ديالو مساكن راه هكاك دايرين كاملين. ما عاشوهاش النيف والله الا زنزان على اخو. دا تحمس بزاف، هذا يمكن كيقول مع الفئه ديال صوتو على عمي تبون الله يشافيكم الكراغله. ندوزو الفيديو اخر. هو هذا ندوزو الفيديو اخر. اصحاب الحمله بالبيكالات الدراجات الهوائيه لازمنا منها هاك نعودو نديرو الفوطوات درك منها هاك راه ماشي زعما دراجات لي اصدقاء زعما البيئه وكذا، هذا هو الجد ديال الكراغله. حنا كيما نقولو حنا ما نمشوش نصورو برك منها هاك نورمالمون نعودو نصورو ونعودو نهرو حنا في الفيسبوك باش تعود تشوفنا 58 ولايه. مابغاوش الناس التصاور ديال عمي تبون راه طلع ليهم في راسهم، بغاو الناس البرنامج ديال عمي تبون شكون هو. اما تصوروا طلع لهم في راسهم حافظين الملامح ديالو، اشنو زعما دايرين بتصوروا من اجل جزائر منتصره؟ بدلوا ديك جزائر جديده حيدوها ما خدماتش، جزائر منتصره راه ديما منهزمه، حنا هادشي اللي كنعرفوا عليها. كنت
الكاب المنتصر انا شكيت انا وعاود بغاو يربطوها زعما بالمغرب حمله انتخابيه ديال البلاد وكتركز على بلاد اخرى يهديكم رب. غير بزاف ديالك منتصره على المغرب منتصره على لقجع منتصره على بوريطا هذا هو الحلم ديالهم هو ينتصروا علينا. ندوزوا الفيديو اخر. هنا قالوا لك صراع ومعارك عند السناغلات طاطات ابناء ابو زبير بسبب ازمه الماء الحمد لله على نعمه الجزائر دويله المغرب. هنا هذا الفيديو كيوضح لكم واحد الحاجه عمركم ما تثقوا راه كاينه الفبركه انت شو قالوا لك هادو مغاربه ركزوا شويه قال لك مغاربه كيضربوا على الماء عمرنا كاع ما وقعنا هكا في المغرب واش لاحظتوا التسلل ولا لا؟ او البومبا ديال البازوط ايه البومبا ديال البازوط ديالهم ما عندناش حنا هاد الشركه الشركات ديالنا راه باينين الشركات ديال المحروقات في المغرب راه باينين على رؤوس الاصابع افريقيا توتال طاطاطاطاط هذا بنت بلا الشركه ديالهم هاهي شتيها اذا نضحكوا على شي واحد اخر الكراغلة المغاربه راه ما تصوروا معاهم والو ندوزوا الفيديو اخر هو هذا ندوزوا الفيديو اخر رجعنا ليه اذا بقى لنا فيديو واحد ندوزوا الاخر فيديو شاب فلسطيني حاول يتحشر فيني ولاني ما سمحت لهش ولاني ما عطتش الاشي اللي بده اياه ضربني. حابين تعرفوا اكثر من هيك تفاصيل؟ بدل ما يروح يدافع عن شرفه وعرضه وبيقعدوا يحكوا انه هن بيدافعوا وبيدافعوا وش هي؟ شوفوا شو عمل فيني الشاب الفلسطيني اللي عاملين حقلهم زلام بيجوا بيتعدوا على واحد زي وانا مش عملت له اشي يما شو كذاب يلا بلشوا الشاب فلسطيني اللي عمل فيني هيك واحد زي ماشي واحدة زي يكمري بيكا يكما داك الجزائري اللي رد راسه جزائرية وانت دابا اجي نحللو دابا غير هاد الهضره اللي هضرتي وكتهضر واش اللبنانيه ولا السوريه ولا المهم كتهضر باللهجه ديالهم ولاش غادي عندهم يا ولد علاش غادي عندهم اش كتسنى في الخارج انت غادي للخليج بهاد الهيئه وبهاد الشكل وبهذا اش كتسنى يحترموك شكون اللي ضربوا الفلسطينيين نسمعوا شاب فلسطيني حاول يتحشر فيني ولاني ما سمحت لهش ولاني ما عطتش الاشي اللي بده اياه ضربني. حابين تعرفوا اكثر من هيك تفاصيل؟ ضرب على راسك ابو جبهة ضرب على راسك يهديك ربي مش معقول لسا ما بقيتش قادر تضرب على راسك بدل ما يروح يدافع عن شرفه وعرضه كيهضر على الشرف والعرض هو تحول من 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 جهه لجهه وبدل الشكل ديالو كيهضر على شي مشكل سير وبيقعدوا يحكوا انه هن بيدافعوا وش هي شوفوا شو عمل فيني الشاب الفلسطيني اللي عاملين حقلهم زلام بيجوا بيتعدوا على واحد زي وانا مش عملت له اشي يما شو كذاب يلا بلشوا الشاب الفلسطيني اللي عمل فيني هيك شي مشكل ياكم كتقولوا مع فلسطين ظالمه ومظلومه فلسطين الشهداء فلسطين الشهداء نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة ما فيها بس ما فيها بس الكراغلة بس لأنه حاول يتحشر فيني وما قبلتش يلا روحوا احكوا كذاب بس وش ديك ريبيكا هذا وش هادي ولا هذا دابا ما بقيناش عارفين وش ريبيكا هذا داك الجزائري شاب صافي راه سمعنا فهمنا لا حول ولا قوة إلا بالله خرجوا منهم العوجين خرجوا منهم النصوصة خرجوا منهم اللي ما مقادينش خرجوا وكيخرجوا صنطيحتهم حنا شواكر لافريك حنا ليزالجيريا حنا
اش من نتوما شوهتو بريوسكم، مشيتو لاوروبا شوهتو بريوسكم، في الخليج شوهتو بريوسكم، في افريقيا شوهتو بريوسكم. يهديكم ربي يا بني كرغل. اخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله، ديما مغرب من طنجة الى الكويره. السلام عليكم.